وعندنا ولله الحمد الحقيقة الإحصائيات تبين أكثر من 60,000 مسجل في التطبيق لحد الآن. التطبيق طبعا يعتبر منصة وطنية لكل ما يتعلق بالفيروس، موجود الإرشادات، كيفية الوقاية، الحماية، تعريف عن الفيروس. من المميزات الجديدة اللي راح إن شاء الله بعد نطلقها قريبا كافة القرارات الحكومية اللي صدرت من الوزارات ومجلس الوزراء واللجنة التنسيقية. إضافة لذلك أبرز طبعا المميزات الموجودة في التطبيق اللي يستفيد منها الناس والإحصائيات أول بأول اللي تصدر عن الحالات القائمة، الحالات المتعافية سواء في مملكة البحرين أو على المستوى العالمي بعض الدول اللي فيها أكبر قدر من الانتشار. التطبيق طبعا من أهم مميزاته متابعة الحجر المنزلي. عندنا الحجر المنزلي، الشخص اللي يقعد في البيت بإمكان التطبيق أنه يتأكد أنه ما طلع من مكان الحجر وملتزم بهذا المكان من خلال طبعا تفعيل خاصية الجي بي اس الموجود في التليفون. أيضا عندنا آلية إلكترونية نقدر من خلالها أن احنا نتأكد أن الشخص موجود مع التليفون. صدر قرار وزيرة الصحة أمس اللي يلزم الموجودين في الحجر المنزلي إذا ما بيكون في حجر حكومي أنه يستخدم التطبيق. أيضا التطبيق يصد الحالات المخالطة وينبه في حال اقتراب ومخالطة الحالات القائمة ونشتبه بها، وينبه إذا الواحد صار قريب من شخص سواء كان يعني مشتبه بإصابته أو كان مصاب. اللي حبيت أبينه أو أؤكد عليه أن التطبيق الآن في طور التسجيل والانتشار. بدينا مع وزارة الصحة بتدخيل الحالات الحجر المنزلي، نحتاج تقريبا عدة أيام حتى نستكمل كافة البيانات، فمع الوقت إن شاء الله دقة الرصد راح تكون أكبر بكثير. فخلال 3 إلى 5 أيام متوقع إن شاء الله أن النتائج تكون أكبر من الوضع الحالي. أغلب المواطنين يمكن في الفترة الماضية كانوا يتساءلون عن قضية الالتزام بالحجر المنزلي، عندهم تخوف هل اللي في الحجر المنزلي ملتزم. طبعا احنا نثق دائما بوعي المواطن ومتأكدين ان يعني نسبة الالتزام جدا كبيرة تفوق ربما 90%، وحالات فردية يمكن البعض اللي ما التزم فيها. هذه الحالات يعني تثير بعض القلق عند المواطنين، هل يعني يتم مراقبتها، كيف ممكن مراقبتها. هذه هو السبب احنا حاولنا نطوع التكنولوجيا وبحيث ان احنا نضبط هذه العملية اللي ما يبي يكون في حجر حكومي في مكان يعني يحجز فيه في الحجر المنزلي. في قرار يلزم انه ينزل التطبيق، بالنسبه للمواطنين هو اختياري. عندنا نلاحظ في الصفحه شاشه الشخص اللي في الحجر مختلفه، لانه مسجل في وزاره الصحه انه هو في الحجر المنزلي، موجود تاريخ البدايه، تاريخ النهايه، يطلع له في التطبيق مثل ما تلاحظون المده اللي باقيت له في الحجر. وايضا يتابع التطبيق اذا هو اقترب من شخص اخر، المفروض أن يكون التطبيق دائما معه، تطلع له مسجات أو بوب أب، يطلع له مسج بشكل مفاجئ تطلب منه أنه يصور نفسه حتى نتأكد أن التليفون دائما معه وهو موجود في المكان. تم تطوير هذا التطبيق بالكامل في هيئة المعلومات الحكومة الإلكترونية. تم استغراق التطوير فترة أسبوع، لكن كان أسبوع مكثف ليل نهار. لله الحمد عندنا القدرة وعندنا الإمكانيات.